بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عمال مصر الأوفياء، الحضور الكريم، كل عام وأنتم بخير. سيادة الرئيس، يتجدد اللقاء اليوم بعد عام مضى امتزج فيه العمل بالأمل والجهد والعرق بالبناء. يتجدد اللقاء بين القائد وجنود العمل والإنتاج ليكون يوم عيد يتعهد فيه عمال مصر بمواصلة العمل لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة سيادتكم الحكيمة. يتجدد اللقاء لنؤكد على أننا مستمرون في تنفيذ توجيهات سيادتكم بالارتقاء بقيم العمل في المجتمع والإعلاء من قداسته وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي وبناء بيئة عمل لائقة تعتمد على ثقافة توازن الحقوق والواجبات يشارك فيها طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، لتكون أرضاً خصبة للاستثمار وزيادة الإنتاج في جمهوريتنا الجديدة. سيادة الرئيس، ترجمت وزارة العمل تلك التوجيهات على أرض الواقع خلال العام الماضي بمجموعة الإجراءات أبرزها ما يلي: في مجال تطوير التشريعات العمالية، عقدنا عدداً من الاجتماعات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لبحث العديد من الملفات المشتركة، ومنها مشروع قانون العمل للوصول إلى قانون جديد متوازن يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويشجع على الاستثمار. وفي مجال خفض معدلات البطالة، كان لوزارة العمل دور هام في هذا الإنجاز الكبير مع كافة جهات الدولة من خلال إقامة العديد من ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات والتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من فرص العمل، وكذلك توفير فرص عمل عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في الخارج، مما يساعد على زيادة معدلات التشغيل وتنفيذا لتوجيهات سيادتكم بدمج ذوي الهمم في سوق العمل. تستمر الوزارة ومديرياتها في تنفيذ سياسة الحصر والتدريب والتشغيل لتوفير فرص عمل لائقة لهم. ولتطوير منظومة التدريب المهني، أطلقت الوزارة مشروع مهني 2030 بهدف الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى العالمي، ويلبى الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارجي من خلال استيعاب كافة مراكز التدريب الخاصة ومنحها تراخيص مزاولة عمليات التدريب وفقاً لأحكام قانون العمل، واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين واعتماد شهادات اجتياز التدريب وفقاً للمعايير والقياسات الدولية المعترف بها، بهدف الوصول إلى 1,000,000 متدرب معتمد سنوياً. وبهذه المناسبة، فخامة الرئيس، نعلن اليوم عن إطلاق 8 وحدات تدريبية تدريب مهني متنقلة جديدة في المحافظات لتنضم إلى 27 سبق إطلاقها، تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتدريب الشباب على المهنة التي يحتاجها سوق العمل. تم افتتاح وحدة توجيه ما قبل المغادرة وتطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج لتوعية المصريين الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر وقوانين العمل في الدول المضيفة، وكذلك تقديم الخدمات بشكل لائق وكريم. في ملف حماية ورعاية وتشغيل العمالة الغير المنتظمة، وهو من الملفات التي نالت اهتماماً غير مسبوق في عهد سيادتكم، قامت الوزارة بتقديم خدمات اجتماعية وصحية وخدمات التشغيل والتدريب وقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية. وقد بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة خلال العام الماضي مبلغ 812 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي تعويضات الوفاة 13 مليون جنيه. كما قمنا خلال فترة وجيزة بإطلاق المنصة الإلكترونية للعمالة الغير المنتظمة، وبدأت التشغيل الفعلي في العديد من المحافظات، وده تهدف المنصة الإلكترونية إلى تقديم خدمات العمالة الغير المنتظمة إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات وضمان دقتها. ومنذ بداية يناير 23 حتى الآن، بلغ عدد ندوات التوعية التي تم تقديمها للتعريف بالحقوق والواجبات والخدمات العمالية والسلامة والصحة المهنية
أكثر من 6000 ندوة في مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات. وتقوم الوزارة بمواصلة التفتيش على جميع المنشآت الحكومية والخاصة بهدف إحكام مبادئ السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين والآلات والمعدات، وذلك لخفض معدلات الإصابة. أما على المستوى الحماية والرعاية الاجتماعية للعاملين ومساندة المنشآت المتعثرة، فإن صندوق أعانات الطوارئ للعمال أنفق خلال فترة من 1 مايو 23 وحتى الآن 29,800,000 جنيه، وذلك في إطار الدور القومي للصندوق بالوفاء بأجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض الأزمات والتحديات وتتعثر في الوفاء بأجورهم، وذلك لحين استعادة استقرارها. وتحرص الوزارة وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصادياً بتأهيلهن لسوق العمل وإقامة مشروعات صغيرة والتوعية بالحقوق والواجبات داخل مواقع العمل والإنتاج. وتواصل وزارة العمل تنفيذ خطط الانتهاء من إطلاق كافة الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً وبشكل كامل على بوابة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وعالم التكنولوجيا تماشياً مع المتغيرات التي طرأت على سوق العمل المحلي والدولي. سيادة الرئيس، السادة الحضور الكريم، في ختام كلمتي أتقدم لفخامتكم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان على ما قدمتموه لأبنائكم العمال من دعم واهتمام بالغ، والتوجيه دائماً نحو حمايتهم ورعايتهم وتنمية مهاراتهم ومد برامج الحماية الاجتماعية والصحية لكل فئات العمال ورفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع الفئات المستهدفة في مبادرة حياة كريمة. سيادة الرئيس، إن وزارة العمل على العهد قائمة لتنفيذ التوجيهات والمبادرات خلف قيادتكم الحكيمة راعياً لعمال مصر، وسوف تستمر الوزارة في تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة للحفاظ على مكانة عمال مصر في جمهوريتنا الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.